أقول وبالله التوفيق. العصر العباسي الثاني انطفأت شعلة العلم، توقف الإنتاج الأدبي. اسمعني كيف توقف الإنتاج الأدبي؟ الشعراء يعدون على الأصابع، بصيري. الشاعر يقلد، لم يأتي بالجديد. في عصر الضعف لم يأتي الشاعر بجديد يذكر. اللهم إلا الشعر الديني، الشعر الديني زهدا ومديحا. انحصرت الأغراض الشعرية. كي نروح العصر العباسي، اسمه العصر الذهبي، وجدنا جديدا. أبو نواس جاء بالجديد عندما ثار على المقدمة طلالية، وعنده شعر الخمريات تفنن فيه. كي نروح أبو العتاهية، هو أول من أوجد غرضا جديدا في الشعر، هو شعر الزهد. المتنبي الحكمة، هو من فطاحلة الشعراء المتنبي. البحتوري، أبو العلاء المعري، أبو تمام، وهو يمدح سيف الدولة الحمداني عندما استطاع أن يحقق نصرا عظيما عنه. شعراء، منافسة كانت على أشدها. فازدهر الأدب في العصر العباسي. لما جاء عصر الضعف، ورأينا الضعف أسبابه وتكلمنا عليه، انحصرت الأغراض، لم نجد جديدا. وجاء بعده عصر يسمى العصر الحديث، وجاء بعده العصر الحديث يسموها عصر النهضة الأدبية. عصر النهضة الأدبية، هذه النهضة، تعال معايا وليدي، على بالك أنا نرقد شوية، شكون مبلبل وتروح ترقد لي، ما ترقدش. هذه النهضة بدأت بحملة نابليون على مصر. أكتبوها واحد، راح نتكلم على الحملة. شوف نكتب ونهضر. إذا العام الأول حملته نابليون بونابارت على مصر سنة 1798 ميلادية، وانتشار الوعي، وانتشار الوعي القومي في البلاد العربية. أنا كتبت هذا، كتب كيما تحب، نعرف على بالي واش راح نكتب أنا. قولي وعلاه، قلت لأنني فاهم الموضوع. نتكلموا على الحملة، سطروا، راح نتكلم على الحملة. اسمعني، أنت كتبت هذا، اسمع، كي تسمع تولي تفهم. النهضة بدأت بحملة نابليون على مصر، وهو الاحتلال، وهذه الحملة هي احتلال فرنسي لمصر، هو الاحتلال الفرنسي لمصر. ولكن هذه الحملة، منها بدأت ملامح النهضة. عبك النهضة فين عرفت ولي كاين النهضة؟ مستحيل. داش أحمد، داش قنص قبيلي، داش بالعقل. تسمى النهضة تجي شوية شيئا فشيئا. ما تهضروش، ما نقصروش، ما تقصرش معايا. راني قريب، ما تقصرش معايا، راني قريب. كي نخلص قريب نقصرو، ديك القهوة نخلص القهوة نقصر معايا، بصح أنا تبع معايا. بدأ البصيص، بدأ الأمل يعود إلى الأدب. مات الأدب في عصر الضعف، شعر ديني برك. ظهر فطاحلة الأدباء في هذه المرحلة، وتبدأ النهضة بهذه الحملة البصيص، اسمها إرهاصات النهضة. إرهاصات معناتها البداية تاع النهضة. أنت تنوض ترقد وتنوض تلقى نهضة. دوك حنا في الجزائر، حنا تخلف بين عشية خاتم سليمان. النهضة لابد من أن نعمل لها. فبدأت هذه الملامح. إذن الحملة هذه هي في الحقيقة نعمة، ولكنها نقمة، هي نقمة ولكنها نعمة. قولي وعلاش نقمة؟ هاي نهضة. قلت لأنه استعمار، وهل يقبل الواحد منا أن يستعمر في دياره؟ أبدا. إذن هي نقمة ولكنها نعمة. وعلى نعمة؟ لأنه منها انتشر الوعي في عرفنا شكون احنا، بلي احنا صفر. ظهرت الثورة الصناعية في أوروبا، خليك تبع معايا. ظهرت الثورة الصناعية، الآلة، الماكينة،
إذن هي نعمة. السبب أن هذا الاستعمار الفرنسي لمصر، نابليون عندما جاء إلى مصر الحقيقة نقل معه مظاهر الحضارة، جاب معه الحضارة. ومما قام به نابليون بنى المصانع في مصر، بنى المصانع، ولو العرب المصريين يشوفوا المشينة المصانع المدارس، لأنه قالوا أنا جئت مستعمرا للديار، قالوا جبت لكم رياح النهضة، جبت لكم النهضة، يو عندنا نهضة اللي جيت على جالها، أنا جبت لكم الخير. ولا لا، هو جاء باش يستعمر، استعمار فرنسي من الإنجليزي للبلاد العربية، بدأ باستعمار، مازال جاتش فرنسا الجزائر 1798 1830 دخلت فرنسا، جات المرحلة عواج، افهم تعاوج، سجل واش راني نقول، سجل برا، قصة هذه ماشي لازم تحفظها. بنى المصانع، المدارس، المسارح، معروفين المصريين بالأفلام المصرية والمسرح، المسرحيين ظهرت عند مصر، في مصر، أم الدنيا. ايه ما نكذبوش على بلدو، زعما حنا ابو الدنيا، وين ابو الدنيا حنا؟ حنا رانا بعاد، مانيش نضحك، انا بعاد في التعليم، وانا بعاد، المشارقة خير من عشت تما انا عشت في المشرق، نعرف واش معناتها سوريا والعراق، العراق قبل ما تدخلها في امريكا، راحوا امريكا، هدموها، كان صفر أمية في العراق قبل ما تدخل امريكا، الحرب تاع الخليج، صفر أمية، صفر، الشعب العراقي شعب مثقف وعالم وعنده علم، صدام خدم. ولكن هدمت هذه الضياع عن قصد، عن قصد كي شافوا شوفك طالع يكسروك، حنا مكسرين اصلا مش يزيد يكسروا فينا، حنا مكسرين. فبنى المصانع، المدارس، المسارح، وصلت الحاجه، المطابع، شيد المطابع، ولات كاين مطبعه في مصر، واصبح الكتاب في متناول الجميع، بنى المطابع. لانه في العصر العباسي الاديب يعتمد على الكتابة اليدوية، يكتب نسخة واحدة صح، ربما تستنسخ هذه القصيدة مرتين، واحدة يمدوا هذا الخليفة، وواحدة تكون عند الوزير، وواحدة عند الشاعر. حب يقول الكتاب لم يكن في متناول الجميع، لكن الآن ظهرت الطباعة. طيب الطباعة عندما جاء نابليون وش يصرى بعدها؟ كيف الحملة؟ هذه الحملة خلاص بعد 1801 ورجعت فرنسا من حيث أتت، بعد جات الاستعمار الانجليزي، خلينا احنا ما نهضروش على الجانب التاريخي. لما انتهت هذه الحمله استمرت الاصلاحات في مصر، لم تتوقف. في زمن اسمع محمد علي باشا، هذا محمد علي باشا هو مؤسس مصر الحديثه، حديثه بعد النهضه، هو وصل، شافوا خلاص، شفنا البصيص، راينا الطريق الذي يجب علينا ان نشقه، فهو وصل وقام بجمله من الاصلاحات، قام بجملة من الإصلاحات. وحدة طورت طباعة، طورت طباعة، طباعة موجودة وطورها، وتم إنشاء مطبعة كبيرة في مصر يسموها مطبعة البلاق. ما يهمكش أنت تحفظ ما دام بدا في البال، تعرف برك واش معناتها النهضة، شم الريحة تعرف تكتب، مطبعة البلاق. وبذلك أصبح الكتاب في متناول الجميع. هذه عندها الكتاب، هذه عندها الكتاب، كاين وين يقرا الانسان؟ انتشار الوعي هذا منين جا؟ الطباعه، اذا الكتاب ولم تو، فانتشرت المقروئيه في الوسط الاجتماعي، والمصريين يقراوا يا جماعه، المشارقه يقراوا، دوك ما على بالك، بصح يقراوا، انا كي رحت يقراوا، لا اله الا الله محمد رسول الله، الناس تقراوا، حنا تعطي له درس فيه ورقه يقول لك بزاف، نقص لي منه ورقه، يحفظوا كتب هما، يحفظوا الكتب، والله غير يحفظوا لكم، هذه نحلف، والله غير يحفظوا الكتب. كتاب هو المبرمج منه بالقلم يكتب فيه، كراس يدير فيه نقاط برك، الكتاب يعتمد على الكتاب تاع الاستاذ، والكتاب تاع الاستاذ، الكتاب تاع الاستاذ يقري به، يجيبوه يشريوه كاع التلاميذ يقراو منه، الكتاب يحفظ الكتاب دبر راسه، تولي عنده ملكه لغويه ثقافه. فانتشرت المقروئيه في الوسط الاجتماعي في زمن محمد علي باشا، وهذه من عوامل النهضه. اذا ثاني واش نقولوا؟ اكتب نقطه ثانيه. الطباعة وانتشار المقروئية في المجتمع،
وشعب يقرأ، شعب يقرأ، شعب لا يجوع ولا يستعبد. شعب يقرأ، شعب لا يجوع، لأنه يسمع مستقبل العلم. الدنيا وش هي؟ العلم. من ملك العلم ملك الدنيا. ما عندك الهم من ملك العلم؟ هذه مليحة. من ملك العلم ملك الدنيا. كيفاش تملك الدنيا؟ بالقوة، بالاستعراضات، بالعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. فلما وجدت الطباعة انتشرت المقرئية في وسط المجتمع، وشعب يقرأ المقرئية، شعب لا يجوع ولا يستعبد. هذه مسألة ثانية، عوامل تاع النهضة. كيفاش نكتبوا فيها؟ ثلاثة، البعض يقول الرومانسية، لا تقرا في القسم مع الأستاذ، تقرا في القسم، وروح لهنا تزيد تتمكن معايا مليح، تروح فرحان. ما بقالوش بزاف البرنامج، ما بقالوش بزاف، خلص الفصل. شوف معايا، محمد علي باشا طور الطباعة، طور الطباعة. لما تطورت الطباعة، لما هذه الطباعة تطورت، ظهرت الصحافة، ولات كاين الصحف، الجرائد. انتم اليوم كاين الانترنت وكاين الهاتف. حنا واحد النهار صباح تروح القهوة اللي فيها كوبري قهوة، تروح للبيرو طابا تشري جريدة باش تشوف الأخبار، الوعي، انتشار الوعي، النهضة. إذا المسألة الثانية واش هي؟ لما وجدت الطباعة، ولات خلاص ولات كاين الجريدة في متناول الجميع، إذا مكتوب ثالثا أكثر. الطباعة، ظهور الصحافة، ظهور ماذا؟ الصحافة، الجرائد، ظهور الصحافة، الجرائد. فينا حاجة حبيت نقولها، أي كاين الكسب، كاين الجرائد. ما بقاش عصر الضعف، الانسان يحب يقرا ما يقدرش، لازم يروح الجامعه يقرا، لازم يكون في المدرسه، دوك ماشي لازم يكون في المدرسه، تقدر تقرا الموضوع في اليوتيوب، تقدر تقرا مع الاستاذ، قال بصح لازم يكون الاستاذ قدامي خير، لانه نسقسيه يجاوبني افضل. كاين الان اليوم الدراسه عن بعد، الدراسه عن بعد، تفضل انت تقرا، خلصت ريسيتي تقدر، شوف حضاره نهضه حضاره. اذا ظهرت الصحافه، لما ظهرت الصحافه أصبحت لغة الأدباء تهذبت لغتهم. بكل بلي هنا كاين كبار أدباء يكتبون بلغة راقية لا يفهمها إلا القليل، ولكن لما أصبح الأدباء يكتبون في الصحافة، من يكتب في الصحافة؟ الأدباء يكتبون في الصحف، تهذبت لغتهم من لغة معقدة راقية إلى لغة سهلة بسيطة. إذا ولات اللغة سهلة، ولا القاموس حديث، قاموس سهل كيجينا وعاد نكتبوه. منين جا القاموس السهل؟ الجريدة يقرأها جميع الناس. لو كان انت ما تبسطش اللغة، ما يكونش عندها رواج. حتى يكون لها رواجا هذه الجرائد، هذه الصحف، لابد من ان تكون اللغة بسيطة. اذا نقولوا ظهور الصحافة الجرائد، ظهور الصحافة الجرائد التي أدت إلى تهذيب لغة الأدباء، التي أدت إلى تهذيب لغة الأدباء. مع الطابعة سهلة واش غيكون؟ شوف معايا، محمد علي باشا الذي أسس مصر الحديثة، هو كيما حنا نقولوا دوكا هو الهفر، هو صح خدم شوية بصح ما كاين والو ورا، كيما يقولوا لنا دوكا بعد الحراك قال لك الجزائر الجديدة. باش ما خطوا عليه ان شاء الله. أما كيف كنتم يولى عليكم، انا ولا في بعض الاحيان انا معايا واحد هنا استاذ لا يقول تبون ولا كيف زلزل فرار، كنت احبابك تبون هو اللي يخدم بلا تقدارو، لازم يروح للثمن راس وتندو في الوهران القسنطينه، ما يقدرش هو رئيس جمهوريه، هو يسير بصح ما عندوش رجال. لا يغير الله بقوم حتى ماشي الناس تبعتي الله يجازيك والاخرين هاي عم يخرجوا. قولي له قولي له هو على باله. ما معلش الموضوع، نعطيكم هذه الأولى. شوف
محمد علي باشا كاين حاجة دارها مليحة. واش هي؟ بعثت هادو كلهم لونسيهم ليه، لونسيهم كاع 60 60. الله يجازيك الله حبيبي. شوف محمد علي باشا ما يحسب له خيره في ماذا؟ خيره في البعثات العلمية التي أرسلها إلى أوروبا. هذه البعثات العلمية انعكست إيجابا على نهضة مصر والبلاد العربية. هجرة الأدميرة، حنا بالك اللي تخرجوا من الجامعة متفوقين، واللي يجيبوا البكالوريا متفوقين، معدل 20 19، في بعض الخارج يقرا، يروح يقرا ويجيب لنا العلم، يجي باش يفيد الأمة، بصح حنا اللي روح ما يوليش. خلينا ما تدخلوليش، عنده الحق ما عندوش ما يهمنيش، أنا نهضر لك على البعثات، ما فهمكش معناتها البعثات العلمية. فمحمد علي باشا الكفاءات من خريج الجامعات ممن يتقن عدة لغات، خريج الجامعات شو عربية؟ عربية، أنجلي، فرنسي، فارسية، يتقنون اللغات، وعادة المتفوق تلقى متفوق في كل شيء، حتى في اللغات متفوق. فتم إرسالهم إلى هذه الديار. وهذه الإرساليات، إرساليات اسمها الإرساليات، انعكست على النهضة في البلاد العربية، بدأت النهضة منهم. إذا أكتب ونكتب هذا بعد ما أرجعك، البعثات العلمية إلى أوروبا وانعكاسها على النهضة العربية، انعكاسها على النهضة العربية. فهم شوف عندنا هنا واش نسطر ناطور هنا الطباعة، أنا نسطر الصحافة هنا البعث هاذي عوامل النهضة سطر طباعة صحافة بعثات علمية حنا تاع ناطور كيقولوا أسباب عوامل بمعنى أسباب عصر ناهضة عصر ناهضة كيفاش بدات كاين النهضة؟ العصر الحديث كان عصر لا هاذي بداش من هنايا رانا 2023 بدات 1800 بدات النهضة عندنا في البلاد العربية 1800 دينا الفيقوني والو بدات منا من حملة تاع نابليون يضربوا بالسيوف ويضربوا العود بعد ظهرت الماشينة في أوروبا كانت الحضارة عندنا صح خلاص هربت كلش من عندنا ظهرت الماشينة الطيارة السيارة خلي ما نقعدوش نحكي عايش كملوا هذه البعثات العلمية اسمع معايا عندما ذهبت إلى أوروبا ما تسمعش هذه البعثات عندما ذهبت إلى أوروبا كانت لها رغبة في التطور ومعرفة الآخر حبوا يعرفوا واش كان في أوروبا عندما ذهبت إلى أوروبا هذه البعثات وجدت ماذا؟ وجدوا في هذه الديار أدبا جديدا أعجبوا به الأدب الفرنسي الأدب الإنجليزي الأدب الألماني حاجة جديدة ماشي كيما عنتر بن شداد والإنسان يحب يعرف الجديد وهذو كفاءات من خريج الجامعات حبوا يعرفوا إذا تمت ترجمة هذه الآداب إلى اللغة العربية من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية امتزاج الثقافات وش صار؟ تم ترجمتها اسمها الأعمال الأدبية كيف سمعت الأعمال الأدبية؟ معناتها ترجمت آداب الأمم الأخرى ترجمت إلى اللغة العربية وعندما عادوا ولو المصر وعندما عادوا بفكر أدبي غربي جديد وامتزج أدبنا بأدبه دوك يجينا الشعر الحر شعر الحر منين جاء؟ أدب غربي فهذا هو الجديد في عصر الضعف قديم معايا جاءوا بالجديد جاءوا بمذاهب جديدة يعني بديت ندخل في المذاهب على فكرة نيجيريا في العقل مذاهب جديدة المذهب الكلاسيكي غربي الرومانسي الواقعية الرمزية احنا عندنا العصر الجاهلي صدر الإسلام الأموي العباسي عصر الضعف ما عندنا احنا الأدب نقراوه على شكل عصور
الأدب الجاهلي عنده ميزات، الأدب صدر الإسلام عنده ميزات. هما ثاني أول مذهب أدبي عندهم الأدب هما ثاني لي رومو. رومو تقرأ أنت كتاب بالفرنسي، تقرأ أدب فرنسي. أول مدرسة تأثر بها أدباؤنا، أول مذهب مدرسة هي المدرسة الكلاسيكية. اسمع، إذن هذه المدارس هي مدارس غربية. عندما عادوا بهذا الفكر الغربي، بهذه المذاهب الغربية الكلاسيكية والرومانسية أنا رايحين بها، والواقعية والرومانسية ما قراهمش كاع. عندنا الكلاسيكية والرومانسية في البكالوريا، هذا غير زوج حدد لك. عندنا الكلاسيكية والرومانسية، دوك نتوما غدوة يعطيكم الكلاسيكية ولا الرومانسية؟ وحدة فيهم. رومانسية. ما يهمش، وبعد نبعث لك الدرس الخصائص تاع الرومانسية ونعاود نشرح، لأنه أهم شيء هو الشرح ماشي الورقة. اسمع معايا. تم استيراد هذه المذاهب، تم استيرادها وتقليدها ومحاكاتها والنسج على منوالها. ودابا تاعنا ولاو يكتبوا على طريقة غربية عجبتهم، لا تعجبك حاجة تكتب على طريقتها. تم استيراد هذه المذاهب ومن ثم حدثت نهضة أدبية، مع العلم أن هؤلاء الأدباء عندما عادوا أدباء كيولاو المصر. شوف نهضروا على المشرق، قل أيهما أفضل، المغرب ولا المشرق؟ المشرق تفوقين علينا. كي نقول المشرق ماشي الخارج، ماشي السعوديه والكويت، العراق، لبنان، اليمن، ماشي اليمن، مصر. شوف عندنا مصر، عندنا سوريا، عندنا لبنان، عندنا العراق. فطاحنه الادباء خرجوا من رحم هذه البلدان، من رحم هذه البلدان. عندما عادوا الى مصر، بدات مصر النهضه، بدات في مصر. عندما عادوا الى ماذا وجدوا؟ وجدوا مجتمعا يحب الثقافة وله رغبة في التطور. أنت أستاذ ما شاء الله، والطلبة يحبوا يقرأوا، روعة روعة تكون نتيجة. أستاذ روعة، تلاميذ خرده ما يحبوش يقرأوا، ما يتلاقاوش، غير يجي قريب يخليوهاش، حيت هما ما عندهمش عندهم، كان يضلهم على حاجة واحدة أخرى يحبوها يدخلوا معاه في الموضوع. صغير يروح لهم للجهة باش يقرأوا ما يحبوش. وهذا هو الصالح في المدرسة الجزائرية، ماشي كاع التلاميذ في القسم 40 15 يقراو، الباقي ماهمش حايبين يقراو. وقلت للمدير المفروض الوزارة تاخذ إجراءات. قال خويا أنت واش كحايب؟ قال أنا نحب نولي سباق. قال تفضل تكوين مهني، نفتحوا لك المجال وتروح وتبدا تقرا. وعلاش نشدوه في القسم بالسيف؟ ماهوش حايب يقراو بالسيف. كاين الفلاح، كاين الفلاح وكاين العالم. والفلاح يقدر يكون عالم، تخدم لنا الفلاحة. بصح نقرا كي يكون مع الفلاح. نقرا أنا نعرف. هو فلاح ربما بطس، أنا فلاح ونعرف. النبي عليه الصلاة والسلام كان راعي غنم وهو عالم الأمة، هو الذي علمنا يرعى الغنم. ماهوش عيب الإنسان تكون عنده حرفة. كاين ما يحبش يقرا، يربي العصافير الزواوش تاع زواوش تاع كاجو زواوش، قبليو تاع زواوش، حطوش في زيت النعناع. هذه هي، هكذا حايب هو، هكذا حايب. تجيبو أنت بالسيف يقرا، ما يحبش يقرا. ربي قال اقرا، هو ما يحبش بالسيف. علاش دير بالسيف؟ اسمع، فمصر شعب يحب يقرا، له رغبه في المطالعه، يحب الثقافه. اذا شوف ايش عندي، التقت المقروئيه معناتها الشعب مع كبار الادباء، المقروئيه مع كبار الادباء مع الصحافه والطباعه، وصارت نهضه ادبيه. كبار الادباء يكتبون في الجرائد، محمود سمير بارودي، معروف الرصافي، اسماعيل الصبري وغيرهم من الأدباء، أحمد شوقي، أمير الشعراء، وين يكتبوا؟ يكتبوا بلغة مهذبة، يكتبون على صفحات هذه الجرائد. إذن شوف، إذن الأدباء تاعنا تأثروا بمذاهب أدبية غربية، أعجبوا بها، فتمت ترجمة هذه المذاهب إلى اللغة العربية، وجاء بها إلى البلاد الإسلامية، بلاد العربية المسلمة. شوف، أول مدرسة تأثر بها أدباؤنا المدرسة الكلاسيكية الأخت الثانية. كيفاش راني رايح؟ راني وصلت للكلاسيكية. هذه عوامل، شنو هذه عوامل؟ النهضة. وشنو أول مذهب؟ أول مدرسة. أول مدرسة تأثر بها أدباؤنا المدرسة. لا، كتبوا اثنين، كتبوا ثانيا. المدرسة، شفت فيها كلش. راني جاي. شنو بنتي بنتي. اللي جاي نكتبها بالعقل. المدرسة الكلاسيكية نبداو الأدباء تاعنا تأثروا بماذا؟ بالمذهب
نقول له مدرسة ولا نقول له مذهب؟ شوف كيف نقول شيخ نقول مذهب نقول مدرسة نقول مذهب نقول مدرسة نقول مدرسة مدرسة معناتها مجموعة من الأدباء وافلهامش كي نقولوا مدرسة ماشي معناتها الجدران والسبورة كي نقولوا مدرسة مدرسة مجموعة من الأدباء عندهم فكر واحد عندهم فكر واش هو الفكر بتاعهم هذه مدرسة كلاسيكية ينتمي إليها مجموعة من الأدباء ها أعجبوا بهذه المدرسة وكي نقولوا نقولوا احنا يا المذهب هذه الكلمة كلمة ضيقة وكي نقولوا مدرسة أوسع حتى هي تبدأ مذهب معناتها تولي مدرسة مدرسة معناتها بقواعدها بشعرائها بأدبائها قولي شوف شنو معناتها الكلاسيكية نكتبوه هي هذه ماشي موجودة في الواقع أنا نقول لك شنو معناتها المدرسة الكلاسيكية مدرسة ها نقدية مدرسة نقدية تقدس تعظم تقدس العقل سطر كلمة العقل تقدس العقل والمنطق المنطق والعقل مدرسة نقدية معناتها تحلل وتناقش الأفكار نقدية معناتها أفكار تناقشها تحللها هذه مش معناتها نقدية أنتم ديروا موضوع نقدي تحلل وتناقش تجيب موضوع تمد الفكرة هكذا الأدباء في هذه المدرسة يجيبوا الموضوع ويقومون بتحليله ومناقشته وإبداء الآراء هذه معناتها نقدية والنقد بماذا يكون؟ يكون بالعقل يكون بالعقل النقد يكون بالعقل إذا تقدس العقل والمنطق وتعبر أدب عن الواقع تعبر عن الواقع بصدق بعيدا بارك الله بعيدا عن الجوانب عفوا بعيدا عن الجوانب العاطفية الأدباء في هذه المدرسة لا يعملون العاطفة في نصوصهم إنما يحكمون يحكمون العقل والمنطق يمجدون العقل كي تقرأ له تقتنع باش بالعقل ماشي بالعاطفة عنتر بن الشداد في القصائد تاعو في الجاهلية ينطلقون من عواطفهم يطلع الإمام في كل جامع في كل منبر تقول هذا عاطفي الإمام هذا حماسي ما يجيبش الأدلة تسمع إمام واحد آخر يخاطب العقول يقنع عنده الحق يجيب لك الأدلة البراهين القضية يجيب لك باللي العالم الغربي هذا يكرهنا يقول لك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع بعد يجيب لك الأدلة باللي لن ترضى عنك من الواقع يجيب لك يربط لك المسألة الآية بالواقع يقول الله غير عنده الحق شريطة هنا يخاطب فينا ماذا؟ العقول الرومانسية تخاطب العواطف الرومانسي ينطلق من عاطف من عاطفته دوك تجينا هي جايه الكلاسيكي من اين ينطلق؟ العقل اكتبوها في الهامش الكلاسيكي ينطلق من عقله اشعر عليها انا ماذا بيا تشفى ما تقولي الشيخ ما قراش الرومانسيه انت مريزك تقول لي هكذا عقل غلط فاهم الكلاسيكي ايش قلنا؟ الكلاسيكي ينطلق من عقله زيد كتبها والرومانسي من عاطفته الرومانسي ينطلق من عواطفه والكلاسيكي ينطلق من عقله زيدوا كملوا اكتبوه اكتب هذه المدرسه النقديه تستمد دي الفصيله تستمد لغتها من قاموس قديم من قاموس قديم سطر قديم الشاعر هنا مقلد اذا كي نقولوا قديم معناتها مقلد الكلاسيكي دوك بعد نشوفوا التقليد عند الكلاسيكيين جاي بالعقل شوف قاموس قديم المذهب الكلاسيكي الذي ظهر في اوروبا الكلاسيكيون في اوروبا عندما يكتبون لا يكتبون للطبقه الضعيفه لغة راقية لغة البرجوازية كي يكتبوا اسمعوا معايا الأدباء في أوروبا عندما يكتبون كي يكتب
ما يكتبش للإنسان البسيط، يكتبون للطبقة البرجوازية، لأنه اللي كان يقرأ عندهم هما ماشي الطبقة الكادحة، الطبقة الكادحة التي تجري من رقمة العيش الفقيرة، لا ما كانوش يقرأوا الفقراء تاعهم. شكون اللي كان يقرأ عندهم؟ الطبقة المثقفة، هي الطبقة البرجوازية، مهني يرفض الكتاب يقرأ، فكانوا يكتبون لهذه الطبقة. ومن ثم القاموس هذا، القاموس هذا فيه قاموس راقي، كلمات معبرة، الكلمات تعبر عن كلمة فخمة إذا شئتم، هذه البرجوازية. إذا الكلاسيكية في أوروبا للطبقة البرجوازية، تخاطب من؟ أكتبوا بين قوسين، تخاطب الطبقة البرجوازية، تخاطب الطبقة البرجوازية، البرجوازية تخاطب الطبقة البرجوازية، كلاسيك. نقول اسمع، النبلاء، بارك الله فيك، النبلاء، طبقة النبلاء البرجوازية، حب يقول الأدباء يكتبون لهؤلاء، يكتبون لهؤلاء، هم الذين يقرؤون. القرون الوسطى عندهم هما، القرون الوسطى الناس ما تقراش، يجريوا كاع مر الحياة، الحضارة كانت موجودة عندنا، يكتبون للطبقة البرجوازية. فهم المدرسة الكلاسيكية قلنا بلي اسمه قاموس قديم. دوك تجي هاي تجي اسمع اكو معايا مازال شوية يا نحب نوصل للبارودي. شوف الأدباء تاعنا الكفاءات الباعثات العلمية، نرجع لهنا شوف، عندما ذهبت إلى أوروبا تأثروا بهذا المذهب، فقالوا لماذا نحن إذا لا نكتب على طريقة القدماء؟ لماذا لا نبعث الشعر العربي القديم؟ علاش نتبعوا البوصيري؟ نعاودوا نرجعوا لعمر القيس والمتنبي ونكتبوا على طريقتهم وكفاءاتها. هادو ماشي ناس عاديين اللي راحوا، اللي عندهم الامتياز المعدل تاعو 18. قال لك لماذا نقلل؟ قال لك انا كبير عملاق، انا كفاءة، لماذا اقلد ضعيفا؟ نقلد كبار الادباء، يعني ساروا على منهج المدرسة الكلاسيكية. قال لك نقلد فطاحل الشعراء، فحول الشعراء كالمتنبي والبحتري. خلوني نكمل، عمرك تقاطعوني تسمع، عاود نرجع. المتنبي، البحتري، ابو تمام، ابو العلاء المعري، السيف اصدق انباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللاعب. قال لك نرجعوا للايام الجميله، فنعيد للادب انفسه، نعيد للادب. فشكلوا مدرسه، شكلوا مدرسة، هذه المدرسة هي هذه، هو المذهب الكلاسيكي، ساروا على منهج الكلاسيكية. إذن الشاعر في المدرسة الكلاسيكية العربية، الشاعر هنا اكتب عندك، الشاعر مقلد، لأنه قالوا نكتب على طريقة القدماء، نكتب على طريقة القدماء. كلاسيكية، بارودي كلاسيك، على طريقة القدماء. البارودي عملاق، هو كبير يقلد كبيرا، ماشي قال هو ضعيف يحاول أن يقلد كبير، هو كبير يقلد كبيرا. فتلقى البارودي يقلد من؟ يقلد المتنبي. أحمد شوقي أمير الشعراء يقلد البصيري، لأن البصيري عنده براعة في الأسلوب، يعني لا يشبه شعراء عصره، فتلقى عنده شعر المعارضات. تلقى مثلا أحمد شوقي يمدح النبي عليه الصلاة والسلام على طريقة البصيري، وهذا ربما جاكم في الاختبارات، يسموه شعر المعارضات. الشاعر مقلد، الشاعر هنا مقلد، ولكن اكتب معايا، ولكن شخصيته في الشعر، شخصيه هذا ما كانش في الورطه، ولكن شخصيته في الشعر موجوده، وبصمته واضحه، يضاهي فطاحلة الشعراء كالمتنبي يعني تكتبش، يضاهي معناتها ينافس، كي تحط البارودي تحط معاه المتنبي، كي تحط المتنبي معاه البارودي، واش بيه؟ كي تجيب أحمد شوقي ماشي إنسان سهل، أحمد شوقي كي البحتوري،
لماذا؟ لأنهم ساروا على منهجهم وكتبوا على طريقتهم. نفهمك مليح ها؟ أنت ما تعرفش لأنه جاي بك. أنا كي نحكي القصيدة نقول لك شكون الطيب، نقول لك كيف نقول لك شكون هذا. وش حاب يقول؟ الشخصية تاع الشاعر موجودة هنا. البارودي كي يكتب على طريقة القدماء هو يقلد بأسلوبه. إذا شخصيته موجودة هنا. البصمة تاعه في القصيدة واضحة باللي عنده براعة في الأسلوب. يضاهي فطاحلة الشعراء. يضاهي فطاحلة الشعراء. اكتب ورا يعني. نمحي منها خلاص. شوف. صح شوف اكتبها شحال كتبنا زوج دوكا ثلاثة. إذا هؤلاء فطاحلة الشعراء عادوا رجعوا لمصر تلاقوا الأستاذ يتلاقى مع الأستاذ والسباق يتلاقى مع السباق والمخدرات صاحب الموت تلاقى مع موجة المخدرات تلاقى مع ترجم مع الإمام يتلاقى مع الإمام يشوف الإمام يديلكم البيت وكيروح لأنه ماشي صاحبه. ربي يجمع الناس. اجتمع الأدباء في مصر وأسسوا هذا الكلاسيكيون. عاودوا ولا واحد جا من ألمان واحد من فرنسا تلاقوا في مصر تلاقوا في نوادي أدبية. في مصر كانت نوادي وكان رايح النادي. النوادي متعددة كاين نادي رياضي. احنا نحبوا نوادي رياضية. كاين نادي غنائي. كاين نادي أدبي. يتلاقوا فيه الأدباء. عندما تلاقاو البارودي مع شوقي تعرفوا صحاب كيما ما تلاقينا هكذا. قال يا جماعه على ما نديروش حنا مدرسه ونعطيو لها اسم. هما المدرسه تاعهم شنو؟ كلاب؟ فانشاوا اول مدرسه في البلاد العربيه في مصر تسمى مدرسه البعث والاحياء. اكبر. شيخ صح شفت شنو هما المنفى والنبي والله. شيخ صح هما ماشي زين احنا حيالين دوكلي صح الباقي صح 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 يجيب العقل هذا يجيب التسلسل واحد اثنين ثلاثه عفوا كيما ديرش ثقه في الاستاذ ما تقدرش تقرا لا نديري خلاص يا حنا تبع رايح نكتبوا مدرسة البعثي تبدا تقول حكاية حكاية يعني ما نرسلش فيها نربط فيها أنا جاي للملفة دوك أنا جاي للملفة ونربط بهذا 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 سبحان الله صبروا شوية أنا نقيت مدرسة البعثي معليش معليش البعثي والإحياء كاع كنا هكذا كاع كنا صغار هكذا ونتقلقوا والإحياء يكتبوا على حب السدوح على حب يكفي شنو مدرسة البعث والأحياء ظهرت أسسوا لأنفسهم أول مدرسة وعطوا لها اسم مدرسة البعث والأحياء هي المدرسة الكلاسيكية كيف نقولوا مدرسة كلاسيكية هذه المدرسة الكلاسيكية الغربية التي تأثر بها أدباؤنا عندما ذهبوا إلى أوروبا هذه مدرسة غربية هما كي جاوا بأفكار جابوا هذه الأفكار تاع الكلاسيكية تلاقوا معاك واش معناتها مدرسه قولوا لي مجموعه من الادباء كي نقولوا مدرسه معناتها مجموعه من الادباء ها يحملون افكار المدرسه الكلاسيكيه بلا ما نكتبوا هنا يحملون افكار المذهب الكلاسيكي خاصه الكلاسيكيون وسميت بعث سموها البعث اكتب واش معناتها البعث بعث الأدبي بعث الأدبي من جديد والعودة به إلى سابق عهدي باين لاحظ دوك أنا جاي للمنبه لاحظ في المنبه نكتب واش معناتها روعة ما تكسرش راسك كاع على بالي نعرف الموضوع هذا نعرفو كي ولادي لا ماشي البعث هذاك بعث القوميه العربيه هذيك القوميه لا نهضروا على الادب العربي سموها البعث على كان هذاك المصطلح بعث معناتها بعث الادب من جديد
نصوتي هذاك العصر ست قرون تاع عصر الضعف خلاص ننساوه. قالك نعاودوا نرجعوا للعصور الجميله، نعاودوا نرجعوا للعصر العباسي الذهبي، نعاودوا نرجعوا للطريقه التي كان يكتب بها الادباء الاولون كالمتنبي وغيرهم. بعد والاحياء معناتها احياء الادب، واش معناتها الاحياء؟ احياء الشعر العربي من مواد وإعادة الأنفاس له. هذاك نعاودوا نرجعوا للروح، لأنه الشعر مات الشعر في عصر ضعفه، يعني أصبح جسدا بلا روح. قالك نعاودوا نرجعوا الروح للجسد، بعث الأدب من جديد. علاش بعد هكا؟ علاش؟ لا هكا هكا في القرون. خلاص حنا نعاودوا نرجعوا لعصر الضعف، تكلمنا عليه تكلمنا عليه، ما نعاودوش نرجعوا. ضعف الادب في عصر الضعف اسمه ضعف لانه ضعف تراجع فيه الادب ولم نجد فيه جديدا. اللهم الى الشعر الديني. كملوا تبع معي. اكتب رابع. طيب هذه المدرسه ينتمي اليها مجموعه من الادباء، ها يقول الادباء مدرسه كلاسيكيه من هؤلاء الادباء، اكثر من هؤلاء الادباء اكثر رواد البحث، ماشي المنفى، لازم نجيش للمنفى، رواد المذهب الكلاسيكي. يقول كاعطيني ادباء تاع المدرسه الكلاسيكيه، مدرسه البحث عندها ادباء، اكتب عندك. عندنا البارودي محمد شوقي، عندنا امير الشعراء شوقي، حافظ ابراهيم، احمد حافظ ابراهيم، يقول لك في البكالوريا يعطيني بعض الاسماء. عندنا مثلا اسماعيل صبري، خلاص نكتبهم. لا مازال هو من مدرسة المحافظين. لا إبراهيمي فينا كنا نتكلموا. شوف عندنا البارودي الشوقي حافظ إبراهيم إسماعيل صبري، لأنه باش الإبراهيمي نقراوه في النظر، حنا نهضروا على الشعر المنفى. هزنا لك المنفى، راكم تخلطوا بين المنفى وبين المذهب الكلاسيكي، لأنه في المدرسة الكلاسيكية ما عندناش غير المنفى، شعر المنفى. أنتم تتصوروا باللي الأدباء في هذه المدرسة كتبوا غير في المنفى، حنا نقراو برك المنفى، حنا عطاونا في الباك المنفى، كاين غير المنفى؟ أبدا. شوف البارودي كتب في المنفى ولكن كتب في أغراض أخرى، أحمد شوقي كتب في المنفى ولكن كتب في موضوع هذا، ما كتبش المنفى لأنه لم ينفى الذي نفي هو البارودي والشوقي. شوف إذا الله يعلم خلفين ولا نزعل، علاش نزعل؟ شغل فيا انا عندي وليد خويا، انا قريته في الجامعه، هو دونتيست، نروح لعنده قول لي تسنى، قول لي انت تعرف الادب العربي، قول لي انا دونتيست، اسكت عنده الحق، قول لي افتح فمك برك، قول لي وين توجع افتح فمك، هذا ما كان، انتم عادي طالع تاع بسرعه، عندي 20 30 سنه خدمه يا وحدي لي، بعد البارح قريت هذا، وين الكلام؟ اما البارح هذا انت اليوم، خلاص هذا الموضوع انا هذه القصائد نشوفها بعيني، كي نشوف الموضوع نعرف، ماشي معناتها عالم، حنا نعرف المواضيع هذه، شغل ميكانيسيان تحكوا وقيل خويا هدلنا، انا نشوف الموضوع، نوض لي نوض شوف، نقول لك نوض انا عنده هو يعرف، خدمتي يا جماعه خدمتي، ما تقلقوش، اعطيكم امثله باش تعرف، اكتب خامسه، نقلوا الكين. رجعتوني الوقت ان شاء الله تجيبوا الباكر وعندنا 17 ان شاء الله طبعا بالحق تجيبوا الباكر تجيبوا الباكر على خير ما نزيدوش كاع نشوفوكم جاكم ان شاء الله حمو غادي صح اكتب خامسه اكتب دوكا خامسه شعره اكتب شعر المنفى هذه جاي غير بثرتين اكتب شعر المنفى اسمع حبيبي كيفاش الوقت شحال طويل ماشي طويل انا راني نحكي شو الحكايه اللي جبت غير بلاصه شعر المنفى شوف ارسم هكا دير هكا
هاي جماعه سهل سهل في جو الأدباء من مواقع أسسوا هذه أول مدرسة أدبية في العالم العربي. مين ميسان؟ أنا بلدي تاريخ ميسان هذا ما صار يوم هذا كبير مين مو نهضم هذا إيه صح هما لا يقولوا لي كلاسيك يقولوا هو هي مدرسة نقدية ظهرت في أوروبا تقدس العقل والنقد قلنا قبل حبي يقول دوكا ما نقراوش المنفى باش نروح للكلاسيكية نقولوا واش معناتها الكلاسيكية نقولوا شعر المنفى هو شعر كلاسيكي أصحابه ينتمون إلى مدرسة البعث والإحياء. واضح واضح شعر المنفى لا خلوني كمل يا جماعة لي جاي تعبوني يا جماعة والله تعبتوني احنا نعاود أقولنا الهدوء لأنه في الهدوء ينقضي السحر تبدأ تهضر وتريقوا القصة وتتعلقوا يروح للموضوع المنفى شعر المنفى حقرار ها عاون أنا طبع ثلاث قصائد وبالحد تروح تخدم في الدار شعر المنفى قولوا لي هو شعر أصحابه ينتمون حب يقول المنفى خرج من هذه المدرسة هاو صح المدرسة اللي ما فيهاش غير المنفى الشعراء كتبوا في أغراض مختلفة كتبوا بزاف في مواضيع كاين مواضيع بزاف كبيرة في مدرسة البعث بصح نحن ندرس غرضا واحدا أو لونا واحدا في هذه المدرسة لونا واحدا شعريا حديثا يسمى الشعر المنفى وداك نكتبوا التعريف تاعو فهمنا إذا أصحابه ينتمون إلى مدرسة البعث والإحياء أرسم معايا كثير هكذا أرسم هكذا وأصحاب هذه المدرسة تسمى هذه المدرسة نقولوا المدرسة الكلاسيكية وش نسموها المدرسة نسميها اكتب معايا مدرسة دوك نقولوا على شعر مدرسة الصناعة اللفظية دوك نقولوا علاش ونسميوها مدرسة المحافظين إذن مدرسة البعث والإحياء تنتمي إلى المذهب الكلاسيكي إذن قولوا مدرسة البعث والإحياء مدرسة البعث والإحياء نسموها مدرسة كلاسيكية ونسميها مدرسة الصنعة اللفظية ونسموها مدرسة المحافظين شحال عندها من الأسم؟ أربعة نقولوا مدرسة البعث هذا الأسم تاع المدرسة والشعراء تاع المدرسة هم محافظون مدرسة المحافظين وشعراء هذه المدرسة ما تتبعش مليح شعراء هذه المدرسة عندهم الصنعة اللفظية إذا نقولوا مدرسة الصنعة اللفظية نبدأ بهذا مدرسة المحافظين لأن تحتها لأن الشاعر مقلد لأن الشاعر مقلد ومحافظ على ومحافظ على شكل القصيدة القديمة على شكل القصيدة القديمة وأغراضها المدح الوصف نفس الأغراض فهؤلاء الأدباء يسمون ماذا؟ بأنهم محافظون لأنهم لم يخرجوا على النمط القديم ها تقول هنا يا امرؤ القيس نمط قديم نظام الشطرين الصريع اقتباس تضمين القافيه الراوي البحور
آه وحدة البيت بارك الله فيك، وحدة البيت في القصيدة موجودة. اسمع، ونفس الأغراض القديمة، مدح، وصف، الفخر. احنا نقراو المنفى، احنا لون جديد هذا. صح كتبوا في أغراض قديمة، ولكن كاين حاجة، البصمة تاعهم موجودة. أكتبوا ولكن بصمتهم موجودة في القصيدة. لا ولكن لهم براعة، اكتب ولكن لهم براعة في الأسلوب. أنا ما يكفينيش المكان، ولكن يعني كتب ولكن لهم براعة في الأسلوب. حب يقول هو يقلد ولكن يكتب بطريقته، يكتب بطريقته، عنده اللغة تاعه، ما عندوش افتقار في اللغة، عنده ثروة لغوية. نجيو لهذه مدرسة الصنعة، أكتب واش معناتها الصنعة اللفظية. يوظفون علم البديع والبيان بما يخدم المعنى، فلهم براعة في الأسلوب وانسيابية براعة في الأسلوب وانسيابية في المعاني. شيخ يسموها الجزالة. قوة الألفاظ، الجزالة والقوة موجودة. على ذي يقولوا مدرسة الصنعة اللفظية البارودي، يستعمل البيان ويستعمل البديع، لا يتكلف، ماشي زعما يروح يجيب هذاك الجينات والطباق، لا يتكلف، وإنما له قدرة ينطلق من خلالها فيعبر عن المعاني بهذا البيان وبهذا البديع. قوة، على بالك قلنا البصمة تاعهم موجودة في القصيدة، ماشي كيما الشعراء تاع عصر الضعف، كان عندهم ضعف، عندهم افتقار، وكانت عندهم الزخرفة اللفظية، المعلوم الزخرفة. مدرسة الصنعة اللفظية يعتمدون على البيان والبديع ولكن بما يخدم المعنى، فهذا كله وجد عند الشعراء في العصر العباسي الذهبي كالمتنبي وراء. إذا صاروا على طريقة القدماء، مفهوم هذا؟ إذا وشعر المنفى هو شعر كلاسيكي، أصحابه من مدرسة الصناعة اللفظية ومدرسة المحافظين أسسوا لأنفسهم مدرسة تسمى مدرسة البعث والأحياء. اكتب الآن سادسا. حفظ الوقت واقع. كيف نشوف نشوفكم هنا؟ معليش نزيدوا هذه باش نقدروا ندخلوا في الموضوع. شيخ ماجد سيدي حاجة قولي راسي. ايه. سيدي حاجة قولي راسي. فوق قادنا بلي مدرسة البعث والأحياء أسسها البارودي وأحمد شوقي في المثال. معليش. صحيحة. احنا نقول أن مجموعة من الأدباء مجموعة من الأدباء انتمى بعضهم إلى بعض وأسسوا مدرسة. رئيس كيما احنا دوكي نروحو نقراو الرابطة القلمية، من هو مؤسسها؟ جبران خليل جبران. احنا البارودي مؤسس، احنا نقولو مجموعة من الأدباء. دوكا شوف هي أديب وهذه أنا خدمتكم، أنا رئيس. البارودي رئيس. هو تلميذ هو اسسه، هذا هو المشكل. عادي اكتبوا سادسا. المهم فهم الموضوع، وضحت الموضوع ليه. طيب اكتبوا اذا شعر المنفى، تعريف شعر المنفى. هو المفروض ما نبداش من هذا، نكتب خصائص الكلاسيكيه. لا استنى، اكتب خصائص. معليش نقول خصائص، نكتبوا الخصائص. معليش لا ما كاين والو في الورقه. انا دوك نكتب الخاصيه، ندير بيت شعري، نشرح وكيف تكتب معايا. اللي راهو مكتوب هو المختصر، نعطيك ورقه فيها مختصر. صح المفيد هنا، هذاك المختصر والمفيد في السبوره. اكتب خصائص المدرسه الكلاسيكيه. يا شيخ خلوها هكذا، ترى جايين تكتبوا. يا شيخ